يا مساء الخير والسعادة عليكم. حلقة جديدة من ترندز هكون معاكم فيها النهاردة مكان زميلتنا ريهام الشيخ. ويلا بينا نبتدي الحلقة وزي ما تعودتم دايما بالترندز اوف ذا ويك. أحزان جورج وصوف، مذكرات الأمير هاري، وكريس هيمسوورث، وتحدي خارق للطبيعة، وكمان زيارة كيت جرام. خلونا نعرف التفاصيل دي كلها مع بعض. مع الأسف الشديد، أكتر موضوع سيطر على ترندز في كل وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة كان خبر وفاة وديع ابن الفنان جورج وصوف، واللي رحل عن عالمنا بعد فترة معاناة مع المرض نتيجة مضاعفات عملية تكميم المعدة. طبعا عدد كبير من نجوم الفن في العالم العربي ولبنان حرصوا على أنهم يكونوا مشاركين في مراسم العزاء، وظهر عليهم التأثر والحزن بشدة. وديع هو الابن الأكبر للفنان جورج وصوف، وتوفى وعمره 39 سنة. ثلاث اخوات هم حاتم وجورج جونيور وعيون، ولكن وديع كان الاقرب لوالده لدرجه ان الفنان الكبير كان بيعتز دايما بلقب ابو وديع، وده باين جدا في كلامه اثناء العزاء لما قال هيقولوا لي ازاي دلوقتي يا ابو وديع. وطبعا برنامج ترندز بيتوجه بخالص العزاء للفنان الكبير جورج وصوف، وبندعي له كلنا ان ربنا يصبره. أما تاني ترند معانا النهاردة فهو ترند عالمي متعلق بالأمير هاري، واللي أثارت مذكراته ضجة كبيرة جدا على السوشيال ميديا، وده على مستوى العالم كله، خصوصا أن هاري البالغ من العمر 38 سنة كشف في مذكراته أن كتير من أسرار العيلة المالكة والخاصة جدا. مش بس كده، كمان قال فيها كتير من الاعترافات المثيرة للجدل، زي مثلا المشاجرة اللي حصلت ما بينه وما بين أخوه الأمير ويليام ولي العهد، وإزاي توسل هو وأخوه لأبوهم الملك تشارلز عشان ما يتجوزش كاملة مراته التانية، وكتير من الأسرار الخاصة جدا بيه وبأسرته. من المتوقع كمان انها تحقق المذكرات دي عدد كبير من المبيعات، واللي اسمها سبير، خصوصا انها كمان هتحتوي على عدد كبير من الصور اللي بتنشر لاول مره للاسره الملكيه والاميره الراحله ديانا والده الامير هاري، وكثير من الاسرار الخاصه بالايام الاخيره في حياتها. ومن المعروف ان الامير هاري وزوجته ميغان اذيع ليهم حلقات وثائقيه على واحده من اشهر المنصات في الشهر الحالي، واللي حققت نجاح كبير جدا، خصوصا انهم برضو اتكلموا فيه عن كثير من اسرار حياتهم الشخصيه والعائليه. النجم العالمي كريس هيمسوورث، واللي تألق من خلال دور البطل الخارق على شاشة السينما، وتحديدا دوره في فيلم ثور، واضح كده انه عجبه الموضوع وقرر انه يبقى بطل خارق في الحقيقة كمان. عشان كده قرر انه يشارك في تحدي اقل ما يقال عنه انه مرعب وغير طبيعي بالمرة. الحقيقة قبل ما اقول لكم التحدي ايه هو، لازم اقول لكم انه فعلا حصل شيء خارج عن حدود اي منطق، بجد انا مش عارفة هو ازاي قدر يعمل كده، ولولا انه في فيديو بيوثق الموضوع وصحف عالمية كتيرة جدا تابعته، كنتش قدرت ان انا اصدق حاجة زي دي. المهم، التحدي اللي قام بيه الممثل الاسترالي كان انه قعد تحت المية كاتم لنفسه لمدة 200 دقيقة، زي ما بقول لكم كده، حضرتك سمعت صح، 200 دقيقة بحالهم تحت المية كاتم لنفسه. طبعا الموضوع ده أثار ذهول العالم كله، وتصدر الترند على وسائل التواصل الاجتماعي، والفيديو ده شافه أكتر من 100 مليون مشاهد حول العالم. المشكلة بقى أن الموضوع ما وقفش لغاية هنا، لأ، كريس هيمسوورث كمان قرر أنه يعمل التحدي ده، لكن يرفع سقف الطموح ويرفع سقف التحدي ويقعد أكتر من 200 دقيقة. بصراحة حاجة غريبة جدا وغير مفهومة، بس زي ما قلت لكم واضح أنه قرر يعيش دور البطل الخارق في الحقيقة. أما آخر خبر معانا النهاردة فهو ترند عالمي بس ليه علاقة بمصر، وده بسبب زيارة النجمة العالمية كيت جرام لمصر وقضاء عطلة العام الجديد على أرض مصر الساحرة. النجمة العالمية كيت جرام، واللي تألقت في دورها في مسلسل The Vampire Diaries، واللي كشفت من خلال حسابها الرسمي على إنستغرام مجموعة من الصور أثناء زيارتها لمصر، وخاصة زيارتها لأهرامات الجيزة وأسوان، واللي علقت جرام على صورها وقالت قدام الأهرامات مع حبي من كيمت، وطبعا تقصد بكيمت هنا مصر، وده اسم مصر في اللغة الهيروغليفية. أما بقى باقي الصور في النيل فعلقت عليها وقالت سنة جديدة سعيدة من النيل. الحقيقة أن الصورة حققت ملايين المشاهدات على صفحتها، واللي أثارت إعجاب كبير جدا من المتابعين ليها، واللي كتبوا ليها أن هم بيتمنوا هم كمان يزوروا مصر.